ملاحن الكبير عزيز الشافعي، برحب بحضرتك معانا في صدى البلد، منور الدير جيست، وكلمنا بقى عن حضورك النهارده والتكريم. اهلا بصدى البلد، منورين. الحمد لله، تكريم يمكن مره 7 و8 في دير جيست تحديدا، يعني اخر 5 6 سنين تحديدا متوالي التكريم. بحمد ربنا ان هو تكريم، اظن ان شاء الله ان هو مستحق، يعني تصويت الناس وبرأي الجمهور وبالاغاني الكتيره اللي نجحت خلال السنه اللي فاتت والسنوات اللي فاتت. واغاني شيرين عبد الوهاب بالذات، كلمني بقى عن التعاون كان عامل ازاي والضجه الكبيره، لان هو ترند على تيك توك. انا مبسوط جدا ان الخمس اغاني اللي شيرين عبد الوهاب نزلتهم لغايه دلوقتي ليا فيهم 4 اغاني، يعني فرحان جدا بنجاحها. بتمنى انساك، هي كلماتي والحاني وتوزيع تومه، اللي قابل حبيبي كلمات تامر حسين والحاني وتوزيع امين نبيل، هنحتفل كلمات تامر حسين والحاني وتوزيع تومه، وعسل حياتي كلماتي والحاني وتوزيع نابلسي. فنجاح كبير، نجاح ساحق، بارك لشيرين عليه، وشيرين عبد الوهاب اهم مطربه وتستحق كل النجاح ده وتستحق اكتر كمان. في حاجه لكارمن سليمان بنحضر لها، وفي مي كساب. مي كساب نزلت امبارح اغنيتي يا قطه. مي كساب انا دي حبيبتي، صديقتي العزيزه، فنانه متعدده المواهب اللي كلنا بنحبها. فرحان جدا بالاغنيه، وان شاء الله الاغنيه تنجح باذن الله. كارمن سليمان عامل معاها ميني البوم ونزل منه 4 اغاني، ونجاح كبير للديو بتاعي معاها بكائيات، وكارمن تستحق نجاحها الكبير، ودايما وش حلو عليا وش حلو عليا، عمل لينا رقصه وعملنا يا جمالك، وواثق كمان الاغاني الجديده ان شاء الله هتنجح مع الناس. ايش شروط عزيز الشافعي في التعاون مع الفنان؟ يعني امتى تلحن الفنان؟ لا انا ما عنديش شروط، اي حد بيعرف يغني انا احب اشتغل معاه، بس يبقى بيغني، لان انا الحاني يعني شويه فيها غنى. ايه الحاجات الجديده الفتره اللي جايه؟ لا الفتره الجايه راحه بريك بقى خلاص. بشكرك، ميرسي.